أمينة. أمينة في المستشفى. مستشفى؟ مستشفى الأمراض العصبية. من فضلك أوضة الأنسة. أمينة عبد الحكيم. أمينة أمينة أمينة، انت بقالك مدة ما أكلتيش، مش عايزة تاكلي ومش جعانة؟ خدي يا أمينة عشان خاطري. أمينة أمينة، صباح الخير. صباح النور يا بابا. خدي اقرا. اقرا ايه بس يا بابا؟ هو حضرتك سبت فيه حاجة غير صفحة الوفيات؟ أنا حر، خليك تقرا اللي تقريه وأقطع اللي مش عاوزك تقريه. أمينة صباح الخير. صباح الخير يا استاذ جاد. صباح الخير يا عمي. معلش يا جاد يا ابني، اتاخرت النهارده شويه، اصل بعد ما وصلت امينه اتعطلت في المواصلات. الله ينعل ابو المواصلات. 60 مره بتشيل عندي كتير يا جاد. اخوك الصغير واكتر. انا هنا من الساعه 7. ده بدري قوي. اصل كان في شويه شغل متاخرين من امبارح لما حضرتك خرجت بدري علشان تجيب الانسه امينه. عندك حق. أودي جمايلك فين يا جاد؟ أنا اللي أودي جمايلك فين؟ أنت علمتني أصول الشغل. أنا اللي علمتك يا جاد، ده أنت كنت جاهز. ده أنت أستاذي. تعالي ندفع اشتراك الرحلة. بابا زمانه مستنيه بره دلوقتي. تحب أدفع لك الاشتراك وتبقي تديني الفلوس بعدين؟ لا متشكرة أوي. أنت مش عايزة تروحي الرحلة ولا إيه؟ نفسي، بس لما بابا يوافق. باي باي.
مالك يا بنتي؟ سلامة رجلك. حاجة بسيطة، رجلي اتلوت بس. يعني ايه بسيطة؟ المدرسة مسؤولة عن سلامتك، أنا مسلمك لهم سليمة. محدش مسؤول، أنا المسؤولة. أنا هضطر أركب الملعون ده تاني. بلاش يا بابا، أنا ماشية كويسة. على عينيا تعبك يا بنتي. بس أنت بتضايق من الزحمة. أهي مرة وخلاص، ما أقدرش أشوفك تعبانة. عربية. يا بنتي خليها مسطورة. طب جيب موتوسيكل. ايه عاوزين نركب موتوسيكل؟ وماله يا بابا؟ بدل طلوع علينا في المشي. بابا انا مش هقدر امشي بعد كده. بيني وبينك انا كنت غاوي مكان وانا صغير. عاوز ترجعيني لايام زمان تاني. ما انت لسه صغير يا بابا، ولا انت كبرت على كده؟ يلا يا بابا جيب لنا موتوسيكل عشان نترحم من المشي وزنقة المواصلات. حاضر. بس يا عمي موتوسيكل نص عمر بالتمن ده، الحاجات غلت قوي. معلش اللي مش قد خلفة البنات ما يخلفش. ليه كفالة الشر؟ ده انت سيد الناس وبنتك اسم الله عليها يا زين ما ربيت. الناس عدمت الحياة وقليل في الزمن ده اللي بيعمل حساب ضميره وربه. ومين سمعك يا أستاذ عبد الحكيم؟ تعرف أنا بحبك دون عن كل الشبان في الوزارة. ليه؟ عشان انت مش زيهم، عندك حكمة وعقل كأنه عمرك 100 سنة. كلامك بيطمعني فيك يا أستاذ عبد الحكيم. أنت شاب فاضل ومجتهد،
يعني اقدر اناسب ناس طيبين وتزيدها شرف كمان. انا اللي يزيدني شرف لو رضيت بيا لبنتك الانسه امينه. امينه بنتي؟ انت تعرفها؟ انا شفتها يا عم. شفتها فين؟ انا مش فاكر حاجه. شفت صورتها في الجورنال يا عمي لما نجحت في الاعداديه. شفت الطهر والاستقامه والاخلاق النبيله والتربيه الحسنه. شفت الحاجات دي كلها في الصوره؟ سماهم على وجوههم يا عم. ايوه بس امينه بنتي لسه صغيره وتلميذه، ان شاء الله لما تاخد الثانويه العامه هبقى اشرها واللي فيه الخير يعمله ربنا يا رب. والنبي يا انجل تخلي امينه تيجي عيد ميلادي النهارده. كل سنه وانت طيبه، بس امينه عندها مذاكره. ذنبي في رقبتك يا عمي، لو امينه ما جاتش مش هعمل عيد ميلاد. لا موتوسيكل نافع ولا ماشي نافع، هعمل ايه بس يا ربي؟ خش 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 من المطر. بابا سناء قالت لك لو ما رحتش مش هتعمل عيد ميلاد. وده وقته يا أمينة. وماله؟ نتكلم. أنا مش عايز سناء تزعل وتضايق لو ما رحتش. بقى تزعلي باباكي وما تزعليش صاحبتك. كل البنات هيروحوا، إشمعنى أنا؟ علشان أنت مش بقية البنات. أنت حاجة وهم حاجة. أنا ربيتك وتعبت بتربيتك لغاية ما خليتك ملاك. أنا مش ملاك يا بابا. أنا واحدة زي كل البنات وعاوزة أعمل زيهم. عاوزة تعملي إيه زي كل البنات يا أمينة؟ أنت عارفة بيعملوا إيه؟ ايوه عارفه يا بابا. هو انا عبيطه؟ وكمان عارفه ايه هذه المصيبه؟ عاوزه تعملي زيهم؟ تعملي ايه بقى؟ اروح عيد الميلاد. وايه كمان؟ ابقى زيهم وخلاص. هما مش قدي، مش ليهم ابهات زيي. دول بيخرجوا ويتفسحوا وبيزوروا بعض، بيتفرجوا على التلفزيون والسينما. امينه، عاوزه تروحي السينما تتفرجي على التلفزيون؟ يا خساره، يا خساره تعبك يا عبد الحكيم، يا خساره تربيتك في بنتك. بابا كده يا امينه. أنا اللي شقيت طول عمري علشانك، أنا اللي كنت أبوك وأمك، أنا اللي عاوز أشوفك أحسن واحدة في الدنيا. اسمعي، اسمعي كلام بابا. أنا عاوز أعدي بيك البر الأمان، مش عاوز أشوف دمعة واحدة على قدك، ومش هزعلك تاني أبدا. وأنا كمان يا بابا مش هزعلك أبدا، متأسف مش هقول كده تاني. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ولا يحرمنيش منك ابدا يا امينه. الشيطان كان بينا والحمد لله سحابه وراحت. الشيطان عمره ما هيدخل بينا ابدا. خلاص يا حبيبتي، وعلشان ما تزعليش ولا تنقهري ابدا، روحي عيد ميلاد صاحبتك. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبتي يا حبيبتي. بابا. نعم. بابا المدرسه عامله رحله في نص السنه للبحر الاحمر. ما يعملوا اللي يعملوه، احنا من؟ بابا كل البنات اشتركوا في الرحلة، وأنا نفسي خالص أشوف البحر. بيحكوا قد إيه هناك المناظر جميلة. بحر إيه اللي نفسك تشوفيه؟ يا أمينة إحنا إيه اللي شحططنا في البلاد البعيدة دي؟ ويا عالم إيه اللي بيحصل فيها؟ بابا قلت لحضرتك إن البنات كلها اشتركوا. بنات بنات، اسمع يا أمينة، أنا مش عاوز الشيطان يخش بينا تاني. مش عشان حوديك عيد الميلاد أبقى سمحتلك بكل حاجة؟ إذا كان كده نرجع، مفيش عيد ميلاد كمان. لا 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 يا بابا خلاص، مش عاوزة الرحلة، مش عاوزة حاجة، بس وديني عيد ميلاد سناء. ربع ساعة وتنزلي على طول. كل سنة وأنت طيبة، سلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. أهلا يا أمين. كل سنة وأنت طيبة. ميرسي أوي. اتفضل. كل سنة وأنت طيبة. ميرسي أوي. Thank you.
عشان كده كان نفسي تيجي الحفله قدامي على البيت. يا استاذ حرام عليك، البنت ما عملتش حاجه غلط، انا قاعد اراقبهم واخد بالي منهم. امينه ما تستحقش كده. وحضرتك قاعد وشايف ده كله بيحصل وساكت؟ لو كل الابهات زيك كده قول على الجيل ده يا رحمن الرحيم، ده بدل ما تربيهم على الاخلاق الحميده تشجعهم على الفساد. قدامي حسابك في البيت. دي اخره الحريه اللي اديتها لك، انا الحقها عليا عشان ما كنتش شديد معاكي. طول ما الشباك ده كان مفتوح على البحري افتكرتي لي انا متفاهم معاكي، وكانت النتيجه انك فقدتي. ما كانش العشم ابدا يا امينه، ما كانش عشم. الفستان ده قصير، في تانية افرد التانية دي على اخر، مش عاوز حته من جسمك تبان. حاضر يا بابا. وحاجة تانية، عاوزك تقطع علاقتك بأصدقاء السوق دول خالص، خصوصا البنت اللي كانت عاملة حفلة. حاضر يا بابا. طب احلفي. وحياتك يا بابا. مساء الخير. زيارة من غير ميعاد. معلش. البيت بيتك، أنت صاحب فضل يا جاد. يعني اتفضل. اتفضل تحصل لنا البركة. يا رب يا ستار. يا رب يا ستار. خطوة عزيزة. أنا أصلي الليلة دي جاني زيارة من البلد. فضلة خيرك فطير مشلتي. فقلت لازم ادوقك منابك وهو سخن. ما كانش في داعي تتعب نفسك. ده تعبك راح يا استاذ عبد الحكيم. والله والله انا من زمان وانا نفسي ادوقك فطير امي. ربنا يخليها لك ويديها الصحه عن اذنك. خايف اكون جيت في وقت مش مناسب. ما تقولش كده يا جاد، انت زي ابني. نفسي تديني عقاد نافع يا استاذ عبد الحكيم، ده خير البر عاجله. عقاد نافع بتاع ايه؟ حضرتك نسيت؟ ده انا طلبت ايد الانسه امينه. صبرك بالله يا ابني، كلها شهرين ثلاثه وتمتحن وبعدها نتكلم ونقول يا خطوبه. وهو انا لو خطبتها دلوقتي هعطلها عن المذاكره لا سمح الله؟ بالعكس، ده وقفتي جنبها هتشجعها وتصونها. هتصونها. قول اه يا استاذ عبد الحكيم، خلينا نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه يا استاذ عبد الحكيم. على بركه الله. يا امينه، احنا قرينا الفاتحه. فاتحه؟ انت دلوقتي مخطوبه للاستاذ جاد الحق. مين جاد الحق يا بابا؟ ده زميلي وابني، انا حاجزه وخبزه ودرسه كويس قوي. بس مش كنت تقولي انت هتعرفي مصلحتك اكتر مني؟ لا. شوفي بقى، لما بتسمعيش كلامي في جرارك ايه؟ رقصتي يا امينه، رقصتي. ما تفكرنيش يا بابا. لازم افكرك، علشان لما ابوك يقول لا يعني لا، واه يعني اه. وحضرتك قلت اه على الاستاذ جاد الحق؟ قلت اه بشده. يلا عشان تعرف علي. يلا حاضر يا بابا. هاتي منه القرفه الحلوه دي. يلا. Thank you.
الشبكة يا أمي. الخبر ده يا أمينة، وريني الدبلة كده. ألف مبروك. مالك يا أمينة؟ بابا حالفني إني خاصم سناء. تخاصميني ليه؟ هو حالفني وخلاص. على العموم أنا عايز أعرف إذا كانت هتروح الرحلة ولا لأ. مش هروح. ليه؟ أنا خلاص دفعت الاشتراك. ودفعته ليه من غير ما تقول؟ عشان النهاردة آخر يوم في الدفع. بس بابا مش هيوافق. تقول لخطيبها إذا كان بيحبها هيقنع باباها بالرحلة. طب لما انتوا متخاصمين عاوزين تطلعوا الرحله مع بعض ليه؟ انا عايزاها تروح تفك عن نفسها بعيد عن جو البيت، عشان هي مهما كان صاحبتي. خش يا امين. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. عادي يا حبيبتي. عامله ايه في المدرسه؟ النهارده جت سناء تكلمني ما كلمتهاش. عين العقل. عاوزاني اطلع معاهم الرحله. رحلة ايه وكلام فاضي ايه؟ الحاجات دي ممنوعات. لو سمحت تحلني من الحلفان علشان اصارح سناء ورحمة ماما عليك. عشان الحلفان صومي التلات ايام كفارة، واديكي هتكسبي صواب الصوم والرحلة ورحمة ماما عندك. انا قايم اعمل لكم قرفة. كلمها يا جد يا ابني، عقلها، فطنها. حاضر يا عم. عن اذنكم. عاوزة تروح الرحلة ضروري؟ أصل كل أصحابي هيروحوا الرحلة ما عدا أنا. كلم بابا يا أستاذ جاد الحق علشان أروح الرحلة. طب قوليلي جاد بس من غير أستاذ. ها؟ جاد وأنا هكلمه. قوليلي جاد يا أمينة. جاد كلم بابا عشان أروح الرحلة. أنا مش هكلمه، أنا لازم أخليه يوديك الرحلة. Thank you.
مالك المركب. يلا تعالى. ما جيتيش ليه؟ انت هتفضلي قاعده كده؟ يلا اركب. يلا زقيه وقدفي بايده. يلا قدفي يا امين. وشك الناحية التانية. خايفة من ايه؟ عمرك ما شفتي بني ادم؟ انت طلعت لي منين؟ امشي يلا. انت مش بتنكسف؟ اتكسف ليه؟ واحدة بتستحمى وهي لابسة هدوم. امال لو كنت لابسة مايوه كنت عملتي ايه؟ كنت مت من الكسوف. طب يا ستي بسيط. وادي فستانك اهو. لا خليك عندك وحط الفستان على الارض وامشي. امشي ما تقربش مني. حاضر. من فضلك ابعد بعيد. لحد ما البس هدومي وامشي من هنا. طيب انت حر. انا هبعد لغايه ما ابقى نقطه قد كده وانت تطلعي في الشاليه بتاعي وتغيري هدومك. هو ده الشاليه بتاعك؟ ايوه. طب متشكر. تعرفي انك حلوه قوي ورقيقه قوي. امشي ارجوك امشي. همشي بس لازم اشوفك تاني. لازم نتقابل تاني. ما تمشي. حاضر. Thank you.
مالك يا أمينة؟ صحياني معاكي. أنا خايفة. المركب ضاعت. عاملة ده كله عشان المركب ضاعت؟ سرق. سرق. أنا قابلت ولد. ولد؟ أنت لحقتي؟ وعاملة نفسك إنك خيبة؟ فين الولد ده؟ قابلتيه إزاي؟ وفين؟ عايش قريب من هنا. وبيعمل إيه ده؟ مش عارف. هو حلو؟ أوي. هو اللي خد منك المركب؟ لا أنا سبتها هناك. خلاص بكرة نروح نجيبها. لا روحي أنت جيبيها. أنا ما أقدرش أروح. وأنا هعرف منين مطرح؟ ماليش دعوة. أنا مش هروح. مش عايزة تروحي ليه؟ لا روحي أنت. أنا خايفة. تعرفي إنك دم خفيف خالص وبتقولي حاجات غريبة. خايفة من إيه؟ هو أنت لو رحتي هيخطفك؟ آه يمكن يخطفني. للدرجة دي؟ أيوة للدرجة دي. أنا عندي خطيبي وما روحش أقابل شبان. حرام. أنا اتخطبت وخلاص. اسمعي، إحنا نروح سوا توريني مطرح القارب. لا. هتقفي من بعيد تشاوري لي عليه. بس من بعيد. من بعيد خالص. من بعيد خالص. اركبوا بسرعة يلا. تعالي. ايه ده؟ سيبيني. اركبي انت. تعالي. تعالي بس. تعالي ما تخافيش انا معاكي. على فكرة انت ليكي عندي حاجة. المركب. انت ليه جريتي امبارح؟ اصلي كنت مستعجلة. وانا كمان مستعجل. انت بتعمل ايه هنا؟ بتشتغل ايه؟ مهندس في مجمع الالومنيوم، لكن عندي هواية بعملها لهواة صيد السمك. المنطقة دي مليانة سمك وبيجيلها صيادين من كل الدنيا، وانا عندي لوكاندا صغيرة بينزلوا فيها ويعملوا مباريات في الصيد. فكرت في المشروع بتكاليف قليلة، بس بحلم في المستقبل انه يبقى مشروع كبير. حاسب الله مركبت ايه؟ يظهر انك غاوية تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتني من الموت. شفتي؟ تبقى حياتك دلوقتي ملكي، يعني انت بتاعتي. بتاعتك؟ يبقى ارمي نفسي في البحر تاني. تعالي هنا، هو انت كل حاجه تصدقيها؟ سيب ايدي. يا ده انت صعبه خالص. ايوه انا صعب، صعب خالص. ومتشكره جدا انك انقذت حياتي، انا ماشيه. تعالي هنا. ماشيه ازاي؟ وانا هسيبك بعد كده؟ عايزه تمشي وتاخدي قلبي معاكي؟ طب هات يا قلبي وبعدين بامشي. والله ما خدت حاجه. لا خدتي. من فضلك وفر الكلام ده، انا مش بتاعت كده. بابا صعب خالص، ولو عرف اني كلمتك ولا وقفت معاك كده هيموتني. طب هاتيلي باباكي ده وشوفي هعمل معاه ايه. لا مالكش دعوه ببابا. وبعدين عايزاك تعرف حاجه، انا مخطوبه. ايوه مخطوبه للاستاذ جاد ده. طيب خالص، حتى هو اللي اقنع بابا نياكي هنا. ولولا ما كنتش جيت هنا خالص. انت مخطوبه؟ ايوه. مش شفت الدبله اهي؟ يا خساره، مفيش بقى. انا عارف، بس استعجلتي ليه؟ انا ما استعجلتش. بابا هو اللي كان مستعجل. سعيده بقى. هتمشي وانت مبلوله كده؟ معلش خلاص.
أمينة، أنت عارفة الواحد بيحب مرة واحدة في حياته. الحب قضاء وقدر، وأنت قدري. أنت طلعتي لي من البحر فجأة وقلتي لي أنا حبيتك. أنا قلت كده؟ أنت كذاب. صحيح ما قلتيش بصوتك، لكن عينيكي قالت، شفايفك من غير ما تتحرك قالت، كل حتة فيكي بتصرخ وتقول أنا حبيتك. لا بقى، أنا قلت لك إني مخطوبة، من فضلك، ده بابا صعب خالص. أمين. لا ما تكلمنيش، وكلمني من بعيد من فضلك. حاضر حاضر، هكلمك من بعيد أهو. وما تكلمنيش من بعيد كمان. خايفة مني؟ بصراحة آه. خايفة تحبيني؟ أحبك؟ أحبك إزاي؟ ده الحب عيب وحرام. الحب مش عيب ولا حرام، اللي علمك الكلام ده حرام عليه والله. ما تقولش كده على بابا. الحرمان والكبت هما اللي حرام، هما اللي بيحولوا الإنسان لحيوان. يعني إيه؟ عاوزني أقابل شبان وصاحبهم وأحبهم؟ مش معقول. أمين، الصداقة بين ولد وبنت مش عيب، الحب البريء اللي نهايته الجواز أجمل حاجة في الدنيا. فضلك عاوزاكي فيها واحدة. عاوزة ايه يا أمين؟ عاوزة اروح. تروحي؟ احنا عيال هنا ولا ايه؟ بقى جاية تندهيلي عشان تقوليلي عاوزة اروح؟ ايوه عاوزة اروح. مالك يا أمين؟ ايه اللي مضايقك؟ في حاجة حصلت؟ يلا كده البسي المايو بتاعك وانزلي البحر زي زمايلك. ما عنديش مايو، وانا مش زي زمايلي، ومش عاوزة انزل البحر كمان. هتسافري؟ ايوه. مصممة؟ ايوه. طب ما تنامي بقى. مش هنام. وانا ذنبي ايه تفضلي مصحياني جنبك كده؟ هو انا اللي بحب؟ يعني انا اللي بحب؟ طبعا بتحبي، زي ما انا بحب. ما تعمليش نفسك عبيطة، امال عايزة تهربي ليه؟ ههرب عشان ابعد. تفتكري لو هربتي منه هتقدري تهربي من نفسك؟ مالك يا بنتي؟ مالك يا أمينة؟ بس حبيبتي بس، مالك؟ ولا حاجة. أمال بتعيطي ليه؟ وسبت الرحلة وجيتي ليه؟ ولا حاجة، وحشتني. وأنا ما وحشتكيش يا أنسة أمينة. وحشتني، وحشتوني أنتوا الاتنين.
البيت كان من غيرك مظلم قوي، كنت مشغول عليكي. ما حشقني ايه يا استاذ عبد الحكيم لما امينه تسيبك؟ انا استخرت ربنا انكم تعيشوا معايا هنا بعد الجواز، اصل الشقه والخلو دلوقتي بقوا مش شيء فلاني، وهي الشقه واسعه وتسعنا كلنا، ناقصه بس شويه بياض وشويه توضيب وتبقى لوكس اللوكس، واعتبروها شقتكم واستحملوا اللي يضيف عليكم. ده انت الخير والبركه يا استاذ عبد الحكيم. خير نور القطع، حالا هجيب لكم الشقه. مليانه شمع، ما هو النور بيطفي كل شويه. اديني شمع يا بابا. ليه كفاله الشر انت لسه ما كلتيش؟ اصلي تعبانه. عن اذنكم تصبحوا على خير. ربيك انا هعرف ازاي ربيك وهبطلك استفاله قليل ادب. انا مش سافل ولا قليل ادب، انا كنت ماشي في حالي. انا هحرقلك شعرك ده. لا يبقى نروح الاسم. اسم؟ ما انا برضه هربيك في حدود القانون. انا هحرقلك شعرك ده بالموس. بابا سيبه يا بابا، انت عايز تبهدلني سيبه عشان خاطري. عشان خاطرك بس يا امينه، لكن لو شفتك هنا تاني انا مش هحرقلك شعرك بالموس، انا هحطه برقبتك. بابا سيبه إيه؟ سيبه بقى يا بابا. يلا بينا يلا. افتحي يا أمينة، افتحي افتحي يا أمينة افتحي. امشي 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 امشي. مش همشي، ده أنا ما صدقت إنه راح يصلي الجمعة. هو بيسيبك أبدا؟ امشي، بقول لك امشي. عايزة الصراحة بقى، أنا حبيتك ومش قادر على بعدك. يا حسني يا حسني يا حسني. طب إذا كنت بتحبيني صحيح، مش خايف حد يشوفنا؟ عاوز تفضحني؟ طب افتحي بس دقيقة واحدة، هخش أقول لك كلمتين وأخرج على طول. تخش؟ أخرج بره. الله يخليك أخرج بره. اسكتي، أنت فاهمة بقول لك إيه؟ اسكتي. حاضر، ما أنا ساكتة أهو. في حاجة تانية عايز أعرفها. انت بتحبي خطيبك؟ بقولك بتحبي خطيبك؟ لا. ف...
في حاجة كمان عايز أعرفها، قلقاني ومسهراني وتعباني قوي. أنت يوم ما سافرتي بصيتي عليا بوشك اللي زي الملاك ده من الشباك وأنا نايم، كان حقيقة ولا خيال؟ أرجوكي فاهميني. لا ما كانش خيال، أنا رحت وبصيت عليك. تبقي بتحبيني؟ طب اسكت وطي صوتك، والنبي توطي صوتك، هتوديني في داهية. تبقي بتحبيني زي ما بحبك؟ بتحبيني يا أمينة؟ هي دي الحاجة اللي كنت عاوز أعرفها. طب امشي بقى. امشي وبعدين؟ هنعمل ايه؟ هتتجوزي واحد ما بتحبهوش وتسيبي اللي بتحبيه؟ تسألني؟ انت ملك نفسك. انا مش ملك نفسي، انا ملك بابا. لا احنا مش عبيد، احنا لازم نصور ونصرخ ونقول لهم ان احنا احرار، مش عشان هم خلفونا وجابونا الدنيا نبقى عبيد ليهم. لا، بابا زمانه جاي من الصلاة. عايزك تقفي قدامه وتقولي له لا، انا مش هتجوز الا اللي انا بحبه. كده اقول لبابا كده؟ كانك ما تعرفوش. اعرف. وبتقولي اقف قدامه واقول له اني بحبك؟ طب عملت انت ايه لما كان هيحلق لك شعرك؟ كنت بحترمه عشان خاطرك، ثم ان ده شعري مش حياتي. احنا دلوقتي بندافع عن حياتنا ومستقبلنا، مش بندافع عن شعرنا. مستحيل، ما اقدرش اقول حاجه زي دي، كان يقتلني. اقول له انا ولا انت؟ خايفه؟ ايوه خايفه. خلاص سيبيني انا اتصرف. طب امشي بقى. انا همشي دلوقتي بس عشان خاطرك، بس بعد كده ليا تصرف تاني. باي باي يا امينه. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ان شاء الله. حضرتك عاوز حاجة؟ لا ابدا. امينة، في حد يخبط عليك وانا في الجامعة؟ ايه؟ حد؟ سلام. انت طالع نازل في البيت، تعال هنا. انت حرامي. حرامي؟ حرامي ايه بس؟ انا مش حرامي. انت مش حرامي يا بابا. اسكت انت، انت حرامي يا جيران. يا بوليس انا زبطت حرامي. ده مش حرامي. اسكت انت، انت حرامي. سيبني انا مش حرامي. حرامي؟ ده مش حرامي يا بابا، مش حرامي. انا اعرفه. اعرف؟ تعرفيه؟ تعرفيه منين؟ من زمان يا عم. من زمان وفين وامتى وازاي؟ سيبني بس يا عمي وانا فاهمك كل حاجه. عمي انت بتقول لي يا عمي؟ وابويا كمان، ابو امينه يبقى ابويا. شويه شويه بقى امك. لا العفو يا عمي ما اقصدش. ايه اللي بيقوله ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ امينة يا عمي وكلمنا. انا هكلمك، عاوز تقول ايه؟ اتكلم. عايز اقول ان انا جاي اطلب ايدها. تطلب ايدها؟ كويس خالص. جاي يطلب ايد امينه. ده انا بقى اسعد واحد في الدنيا يا عمي لو حضرتك. ما تقولش يا عمي. حاضر. بتقول انك تعرفوا بعض ازاي؟ من البحر الاحمر. وايه الصله اللي بينكم؟ بحبها. كده مره واحده هي اللي هتقعد؟ حبيتها من اول نظره. اول نظره؟ انت كمان حبيتيه من اول نظره؟ اتكلمي، رد عليا انطقي. خلصكم مني. امينه، امينه. امينه. أمينة.
حرام عليك يا بنتي مرمطيني بالشكل ده. ده انت مخطوبة عاوز الناس تاكل وشي. مخطوبة الواحد مننا واحنا منه. لو يهمك سعادة أمينة ما تخصبش عليها، سيبها هي تختار. ما تستغلش الظروف، أنا ما أحبش الليل وتراعي ويستغل ضعفي من ناحية بنتي. أنا ما استغلتش أي ظروف ولا حاجة، بالعكس أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا جيت لك من الباب، ليه تضطرني إن أنا أجي لك من الشباك؟ الغلط هو إنك تعاملنا بالقسوة دي. شايفة أمينة بيتحدى أبوك إزاي؟ شايفة بيكلمني إزاي؟ أنا بعاملك بالقسوة؟ ده أنا ضحيت كل عمري علشانك. كنا أسعد عيلة في الدنيا. شايفة إيه اللي جرانا؟ أنت كنت هتكفري من شوية وترمي نفسك وأنا واقف قدامك صغير ماليش كلمة. ما كناش كده. الشيطان دخل بينا. ما كناش كده أبدا يا أمينة، ما كناش كده. أنا ما أقدرش أعمل حاجة أبدا من غير موافقة بابا. بابا مش عايز، يبقى خلاص. خلاص. أيوة خلاص. أنا مخطوبة. كنت فاهم يا أمينة إنك هتفهميني وإنك هتسوري على الظلم. بابا مش ظالم، أنا عارفة إنه بيحبني وإنه بيخاف عليا أكتر مني. اللي يعجبك. عاوزك تعهديني يا أمينة إنك تكوني زوجة صالحة لخطيبك علشان تريح قلبي. الجدعان يا جاد، الامتحانات قربت وبعدها نكتب الكتاب وتدخل على طول إن شاء الله. يلا يا ولد امشي انت وهي امشي. حاسب يا ريس، حاسب هنا. يس يس. يلا بقى يا ريس، على اقل من مهلك، احنا ساكنين في اخر دور اللي فوق ده. مبروك يا اخويا. الله يبارك فيكي. تعالي شوفي اوضه النوم، هتعجبك قوي. مشغوله في المذاكره. بتذاكري في ايه؟ في الاقتصاد. دي ماده مهمه قوي، انا اقدر اساعدك فيها. دي ماده سهله قوي مش محتاجة فيها مساعدة. على العموم أنا جنبك، أي حاجة صعبة أشرحها لك. Thank you.
باقي من الزمن نصف ساعة. أنسة أمينة. أيوة. جواب عشاني. جواب عشاني أنا؟ أيوة. حبيبتي أمينة، من البحر الأحمر أكتب إليك. أمام البحر في المكان الذي رأيتك فيه لأول مرة، الموج الرمال والسماء، كل شبر في هذا المكان. أعيش في لحظات لقائنا، أسمع صوتك، أرى عينيك، لا أستطيع أبدا أن أنساك يا حبيبتي. إنني أحلم، أحلم في كل لحظة أن أراك. أنا أريدك أن تختاري. أنتظرك يا أمينة، نبني مستقبلنا معا. حبيبك شريف. خير إن شاء الله. أنا سألت زمايلك اللي خرجوا قبل منك وقالوا الامتحان سهل. تعال أجيب لك الزوزة، افتح لها واحدة. حياتي انت، تعرفي عملت ايه النهارده؟ رحت البوسطة وسحبت كل الرصيد، هبيض الاوضه واكتب كتابك واسفرك انت وجد على اسكندريه تتفسح الكوريا. شد حيلك يا ريس شويه. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا جاد؟ الله يسلمك يا عمي. عاملين ايه في الشغل؟ الحمد لله. المفروض المنجد يخلص الشغل قبل الانسه امينه ما تيجي من الامتحان. شد حيلك يا ريس شويه. ايوه. عملت ايه في الامتحان؟ أنا تعبان. ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله. خلي بالك من الوزر يا اسطى. بتقولي ايه يا امينة؟ مش عاوزة اتجوز يا بابا، مش عاوزة اتجوز. يلا يلا قوم اهو. ايه اللي حصل يا بيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش عاوز اتجوز. يلا يلا بعدين 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 بعدين. ايه اللي بتقوليه ده؟ مش عاوزة اتجوز يا بابا. ايه اللي تهدف في فوضى؟ لازم تتجوزي. مش هتجوز. ارجوك يا عمي مش كده. سيبني سيبني يا جد. لا مش هسيبك. أرجوك اهدى شوية، المسائل ما بتتخلش بالشكل ده. اتفضل أنت يا أنسة أمينة. أرجوك يا عمي، أرجوك، سيبنا أدخل لها أوضتها، أتفاهم معاها. اتفضل. إيه يا أمينة ده؟ إيه الكلام اللي أنت قلتيه ده؟ قد كده ما بتحبنيش؟ معلش، الحب بيجي بعد الجواز. لا 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 كده. ايوه تبقى عاوزه تحطميني، عاوزه تضيعيني. عارفه يا امينه انت ايه بالنسبه لي؟ مش عايزه اعرف، مش عايزه اعرف. لا لازم تعرفي، لازم تسمعي كلامي. ازاي تحكمي بالاعدام على واحد ما تعرفيهوش ومش عاوزه تسمعي دفاعه؟
كان اهون عليا، افرط في روحي ولا فرطش فيكي. بنت النعمة الوحيدة في حياتي. عايزني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تصوري ان مفيش بنت واحدة قالت لي صباح الخير. ليه البنات ما بيحبونيش؟ ليه؟ عشان موظف غلبان؟ عشان ما عنديش فلوس البس كويس؟ عشان ما هيتي صغيرة يا دوب معيشاني انا وامي؟ عمي عبد الحكيم فتح لي باب الجنة، فتح لي بيته، اداني الامل والحب، وانت عاوزة تضيعي مني ده كله ليه يا امينة؟ ليه؟ ده انا بحب. سيبني دلوقتي من فضلك يا استاذ كده، انا محتارة، انا كمان بتعذب، ربنا اللي يعلم بكل واحد فينا، ربنا هو اللي يعلم. حاضر، انا خارج بس قلبي مطمن من ناحيتي، وعارف قد ايه انت انسانة رقيقة وحنينة، مش ممكن ابدا ابدا هتكون السبب في عدم انسان. خلاص يا عمي، أمينة موافقة على جوازنا. بكرة آخر يوم في الامتحان، وبعد بكرة كتب الكتاب والدخلة. إن شاء الله، إن شاء الله يا عمي. سلام، أنا لقيت إني مش ممكن أتجوز جاد. عندك حق، ده شربه. يا ريت شربه، ده أنا لو اتجوزت أموت. خلاص، ما تتجوزيهوش. وأروح فين؟ أنا مليش حد في الدنيا. شريف، لازم اروح له اقول له اني ماليش غيرك. تروحي له؟ ايوه، بعد الامتحان اهرب، لازم اهرب. ده انت بقيتي جريئه قوي. استنى بوسك قبل ما تمشي، هتوحشيني. اسكت، النهارده اخر يوم في الامتحان، كل سنه وانت طيب. معلم على ورقتك، وانت اتفضلي اتفضلي.
معقول. ده انا كنت نازل لك مصر. اقفلي الباب. أمينة. نعم. تتجوزيني؟ أيوه. يبقى نسافر مصر نكتب الكتاب هناك. ماما واخواتي هيفرحوا بيكي قوي، هيعملوا لنا فرح يجنن. شريف انا مش عاوز انزل مصر، خايفه قوي. خلاص نتجوز هنا، بكره الصبح ننزل اشتري لك شويه فساتين واشتري لي بدله ونتجوز بعد الظهر. انا معايا 6 جنيه ونص والسلسله دي دهب نقدر نبيعها ونشتري كل اللي احنا عاوزينه. حاجة بسيطة خالص، بسبوسة بالسمن البلدي واللوز من عند أكبر حلواني في البلد حاج مدبولي. أمال فين الأنسة أمينة؟ معرفش، استنيتها على باب المدرسة بعد الامتحان وما خرجتش. قلبت عليها مصر ما لقيتهاش. ما لقيتهاش؟ أمال راحت فين أمينة؟ راحت فين؟ خايفة مني وانا نايم معاكي في اوضة واحدة؟ لا انا مش خايفة منك، انا كنت بخاف من جاد، كان بيبرق لي كده بطريقة غريبة وروح ماسكني مرة واحدة زي الحتاية. بس تعرف انه غلبان قوي، صعبان علي. طب ما اتجوزتوش ليه؟ ناس كتير بيصعبوا علي، معنى كده اني اتجوزهم كلهم؟ انا اتجوز بس اللي اللي ايه؟ بحب. يا حياتي تصبح على خير.
هجيلك نوم؟ اهو هفضل بصلك كده لحد الصبح. ازاي تخليها تضيع منك؟ انت اللي خيبه، ازاي ما تخليهاش تحبك؟ ازاي تخليها تميل لواحد تاني؟ وهي بتميل لواحد تاني؟ ايوه بتحب واحد تاني. طب ليه؟ انا مالي؟ عيب ايه؟ ده احنا من طينه واحده. اتكلم يا عمي، مين هو؟ مين هو؟ هو انت؟ سناح، يا سناح. اهلا يا عمي. قولي لي يا بنتي، امينه راحت فين؟ حصل لها حاجه؟ انت صاحبتها وسرها معاكي. هي سابت جواب لحضرتك، عن اذنك اجيبه لك حالا. أمينة راح. ما يكونش الولد ده هو اللي غواها وخطفها. أيوه لازم الولد ده هو اللي خطفها. ما تعرفش بيته يا عمي؟ مالوش بيت في مصر، ده عارفه قابلها في البحر الأحمر. يبقى لازم نبلغ البوليس علشان ننقذ أمينة ويسجنوه. أنت عاوز تفضحنا يا جد؟ بوليس ليه؟ وأنا رحت فين؟ مش هيقدر ياخدها مني. تسافر يا جد؟ أسافر. يلا بينا. حرمنا يا سيدنا الشيخ. جمعا ان شاء الله. وهتكتبوا انت ان شاء الله الليله. حضرت الشهود؟ الحاج علي وسالم. معاكم بطاقات؟ ايوه. قصدي الانسه؟ ايوه معي. على خير الله. انا عاوز استفسر من حضرتك عن حاجه يا سيدنا الشيخ. ايوه يا بنتي. انا حلفت على المصحف ورجعت في حلفاني، اعمل ايه؟ لا تتعودي الحلف، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وعند عدم المقدرة صيام 3 أيام والله أعلم. خلاص نصوم سوا 3 أيام بعد الجواز. ربنا يهديكم يا ابني. بقول يا سيدنا الشيخ. اتفضل. مش ممكن نكتب كتابنا في الجامع هنا؟ ممكن قوي، يبقى من فضل الله عليكم. خلاص يبقى احنا نيجي لحضرتك بعد المغرب إن شاء الله. على خيرة الله. على مهلك يا عمي. انت كمان جبان؟ اسكت عشان نلحق نلاقي امينه. خلاص ايه رايك؟ يا جنب انت جميله قوي، اجمل من اي حاجه في الدنيا، وانا بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. بعدين والله على ما أقوله شهيد. والله على ما أقوله شهيد. قولي يا أنسة، قبلت هذا الزواج؟ قبلت هذا الزواج. الفاتحة مبروك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
شريف شريف يا أمينة فعناية. اطلع يا اسطى. أمينة أمينة ما فطرتيش ليه؟ أنا جاد، أنت مش فاكراني؟ أنت مش فاكراني؟ إيه؟ أنت روحتي فين؟ أنت توهتي؟ في عناية أمينة. النور مطفي، تعالي يا روحي اقعدي. بابا قال على مطرح الشمع انا هنور لك الدنيا حالا. تعالي ادخلي اوضتك، تعالي عشان تستريحي.
بيقولوا ان الليله ليله فرحك. على مين يا امينه؟ ها؟ ده احنا مخطوبين وانا قاري فتحتك وعهدنا ربنا ان احنا نبقى لبعض. كنت عايزه تتجوزي عليا يا امينه؟ طب ما احنا متجوزين. شمعة واحدة مش كفاية. النور لازم ينور اوضتك كلها كلها يا أمينة. مية شمعة، ألف شمعة، مليون شمعة. تصدق يا حبيبتي اننا بقينا لوحدنا مع بعض؟ ده حلم في الاخر يا امينه. بقينا لوحدنا عاوزين يبعدونا ليه؟ ده احنا اتحرمنا قوي وتعذبنا كتير وقاسينا اكتر واكتر. امينه الباب مقفول علينا وانت لابسه فستانك الابيض والشمع منور. بس يا خساره الفستان عليه دم يا امينه. لازم تقلع الفستان ده لأن فيه دم. اقلع الفستان يا أمينة، اقلع الفستان ده. الفستان الفستان عليه دم يا أمينة. أمينة يا جاد. أمينة في عيني يا عمي. خد بالك من أمينة يا جاد. أمينة أمينة في عيني يا عمي.
علشان خاطري المرة دي. كل عشان الدكتور ما زعلش منك. أستاذ عبد الحكيم، في واحد سأل على الأنسة أمينة وفجأة وقع مغمى عليه. هو موجود هنا دلوقتي. موجود هنا؟ أيوة، في أوضة 15. ده مش إنسان، ده وحش مفترس. ده كان ابني. إزاي ابني؟ إزاي جاي بتعمل في أمينة كده؟ إزاي؟ وإزاي أنت كنت هتموتني؟ وعشان إيه؟ كنت بدافع عن شرف بنتي. ولو برضو مش بالقتل. أمينة كانت مراتي. ما كنتش عارف. كنت تسأل؟ خلاص، الحمد لله اللي جت سليمة، وإلا ما كنتش أنا بره دلوقتي. وإذا كانوا لسه هيحاكموني فأنا قابل بأي حكم عليا، وأمينة بنتي مسؤولة مني. وعلى كل حال أنا بحلك من أي ارتباط. أمينة مراتي وهتفضل مراتي لحد آخر يوم في عمري. ربنا يخليك يا ابني. أنا ما كنتش عارف إنك ممكن تكون شاب بالشكل ده. ما كنتش عارف. نظرا للظروف الصعبة اللي مرت بيها، أنا شايف إن حالتها مضطربة ويمكن تحتاج لبعض الوقت عشان توصل لحالتها الطبيعية. قد إيه يا دكتور؟ في الحالات دي من الصعب تحديد وقت. ممكن أيام، ممكن أسابيع، وممكن شهور. وممكن سنين. وممكن تفضل كده على طول. مين عارف؟ يا حبيبتي يا بنتي. أمين، أنا هاخدك من هنا. أنا هعرف إزاي أخليك ترجع للدنيا تاني. أمينة، أنا عايز أقول لك ويا ريت تسمعيني. أنا بقيت كويس أهو. أنا بحبك. يا ريت تسمعيني يا أمينة. كل اللي حصل لازم ننساه. مستقبلنا مع بعض. مستقبلنا مع بعض يا أمينة. ما تتكلمش عن المستقبل يا شريف يا ابني. أمينة بنتي، كمين يعرف مستقبلها إيه؟ اركبوا بسرعة يلا. أمينة. شريف اهو يا أمينة. يلا اركب. يلا يا أمينة. على فكرة، أنت ليك عندي حاجة. المركب يا أمينة. أنت ليه جريتي امبارح؟ مركبتي ايه؟ أنا ماشي. أنا ماشي يا أمينة. أمينة، سناء هتاخد المركب وتمشي يا أمينة. سناء هتاخد المركب وتسيبك. Thank you.
دلوقتي غاوية تنزلي المايه بهدومك. انت انقذتني من الموت. ده انت اللي انقذتيني.